مساء الخير، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وبصحه وبعافيه. حلو، حلو بينزل. وقت نقد حلو بينزل واحس السياره تفلشت. طلعت بالبطانيات، شوفوا غطيتها لانه انترست الضرب. هذا الضرب مال حلو بيسوي بيها رصعات، فحطت وجمدت. طبعا ما اقدر اصوركم منظري لانه ناقعاني والهدوم. ما شاء الله شمس ونزل علينا حالوب عاصفه كلش قويه. بس حالوب من هذا اللي تريدون خاطركم. حالوب من حالوب بقى الشارع شلون هناك تكون عاصفه. احنا ما نحتاج سكينة، ماخذين مالتنا مقص. اللون، شوفوا هاي الوردة ايش قد حلوة. اي سوي وياه، انا خليت هذا الاحمر على اورانج. باعوا هسه اخذنا احنا هذا الورد الابيض ورهمت وياه هذا الاورانج، طلع كلش حلو. هذني بعد هن ما متفتحات بالما يتفتحن، فهنا اكو الورد الناعم كلش. اكو من عنده الوان فراح اخليه، هو طبعا اريده ابيض، هذا اكو اصفر هنا، فراح ناخذ لونه ابيض ناعم. هذا كله شوفوا شوف، هذا الناعم راح يجي هنا بين هذين، فراح يطلع كلش حلو. انا حاطه كلش شوي شوي كلش شوي ابيض. هاي المكان ياخذون من عند الورد هذول كناسهم عجوي، واكو مكان نخلي بيه الفلوس كاتبين هم اسعار الورود شقد، وتخلون على حسب اللي تاخذوه. رهمت اللون الابيض وبي بالنص شويه اصفر، ويا البنفسجي وعود هذا شويه اصفر. عجبني هذا الالوان ورهمتها. طبعا هذا تشوفوا الكوخ يبيعون الكيلو ب5 يورو و50 سنت. الفواكه تاخذون من هنا باكيت وتوزنوا وتتركون الفلوس. الفلوس تنترك هنا لانه ماكو احد هنا يشتغل او يعني عاي فيها على الضمير، فالواحد يجي من هنا ياخذ هذا الباكيت. شوفوا فارغ اول مره، وبعدين تروحون لهذاك المكان بفواكه، فتاخذون على قد اللي مكتوب مثلا هنا النوع والسعر. تجون بالاخير توزنون جديد وتتركون الفلوس بهذا الصندوق من هنا. هذا بعد ما شو اسمه ما كان لون، هيك يصير بعد لونها اغمق من هذا اللون. طبعا واو حلو. Thank you.
تشوفوها؟ يعني ماما سويناها. رودينا اللي سوت لنا اياها. هاي فستق جوز ودارسين مو؟ انا دقيت عود دقيت بالهاي. وهاي التمر كل ورد ونخدر لك عود شاي مات الهيل ونسوي لك كوبا من تجين واكلها كليتش كليتش كوبا نسوي لك كوبا كليتش نسوي لك هاي من تجين هذا الميز تحصلي لعفت لك كوبا تقول اني عود كليتش اشتهيتيها هدز ليش سد علي يلا حعرضلك هاي اليوم اليوم سوي والله ماما سوي كيل وين وجمدي بابا يحب هاي اكثر سوي له اكثر ام ال ام الجوز يحبها كلش هوايه كم يوم خبز عالتنور لو بالتنور بالتنور هو ضربتها صارت مثل البيتزا وبعدين هيجي اكبر مين احشيها ما بخدت اي يوم مو مشكله على المره لو خلنا 7 قرص يلا مو مشكله خير هاي أول مرة أدري بالماي. شنو السبب؟ ليش تنور طين ماما لازم؟ أتخاف منها حتى لو هواية رشي حتى لو. ها مو أنا أقول خاف توقع تزحلق بعدين. لا بالعكس بالعكس. وبعدين أسوي لها هيك. خبازة أصلية. هسه بعد هيجي فتحت بعدين حطيها هنا مثل نور على الحطب هذه خلينا جوا الخشب وخليت هذه على ود ما توقع لانه الحراره صار عاليه فما اريد تتغطى فراح اخليها هسه تقريبا نص ساعه على هالوضعيه راح تنشف تصير كلش لذيذه اليوم على الحطب والها نكهه تختلف هسه بلشت تستوي راح نخلي دبس الرمان لان ما يصير بالبدايه خليها تفور بالدبس السمكه يبست صراحه لا هاي السمكه اليوم مالتنا على الحطب طعمها غير شكل غير تجين انت هاي الخبزه استوني طلعتها حاره من التنور هذا الخبز اللي انا خبزته وهذا خبز خبز ما خلينا نحكي على الخبز هذا المسخم مكسب هو طيب هاي الخبزه خبزتها انا لا صدقهم بس هاي شبيها هاي الخبزة هاي مالتش؟ لا هاي ماتي ماذا أقول؟ دي الله أنا شوف الله قسمي لي مالتش أشوف شو أنت قسمي هي أيوة بقسم لي هي هاي حنونة هاي حنونة شو أقسم لي والله أبقى حجارة مو أول مرة أخبز بيه فما يصير لازم أخبز بيه أصدق مرتين ثلاثة بعدين يلا أخبز بيه أصخم لي شو اسمه؟ أحصخم البيت بالأخبز يلا
لا لا ما اسوي بعد خبز بي، اسوي بالغاز. راح يجي بالطريق. حضر مقلاوة، شوفوا شوفوا الترتيبات، وهنا كرزات ومسوي شاي، طبعا شاي من ايدك فتشي، هاي العادات والتقاليد. طرزان يقول ليش ملابس فانيلا طرزان. لا افتح دقمه من انا وانزع الباقي. نراويك صوره تعجبك حيدر لو لا؟ مثل نسيم، نسيم مشان هي هذه والله هاي حلوه من ورا هيك شيء. شوف نسيم ابني هاد زودي هارة أبا وينه؟ مو مثل حيدر والله؟ أيوة الله لك نفس شعرك. إيه هم طوى بابا الساعة 40 سنة وهاي من الطفلة؟ هاي وسن ها أختي سبحان الله. شوف شلون يشبه حيدر. أي كبرت عند وراي غوش خلاص. شعره يباوع على شعره صار ولد رجال صار رجال. قرآن زيت نزل رأسك ايه افيه عافية حيدوري. تريدين شو اسمه؟ في شي يغطي اذنه لو اي احلى نحفره. لا حفر ما احبه. اي هذا خليك احلى هيك. اي هذا تصور لا يطلع حلو مخفف. شنو بالماكينة صاير حد تسوي؟ شواربة شواربة بطريقك سوي له لحيته. سوي له سكسوكة. الله أكبر. الله طلعت افندي. شوف عمو شلون يرتبك. سوي يجي تعال حطي لي جل شي خلصنا اليوم. لك شنو هذا؟ ايش قد حلو صار هذا القوات. مال 70 هذا ملك الروايح. هاي شنو؟ طلعيها. هاي منين جبت هاي؟ يحبها هاي. شو اسمها؟ انا عندي الصفرة. هذه حجم الثانية. هذا فوق تعال فوق. ما بيطي طيب هو يرش له. هو يرش له. زي ما بس. بس لا بايدي بايدي مالي مالي بس بايدي. هي خسارة ايده. لا مالي راح افكر هيك. يلا هذا واحد. الله هاي مال افن هي بس كانوا يلبسون قاط ورباطه لحقوا شوفوها. لا بس سواك كلش حلو. الله عاشت ايدك. ها كلش حلوه القصه.
عاش في ايدك. هذا الحل.